عطيك جواز السفر؟ بدون فيزا يا جماعه. وصلنا للقمه في هذا الاثر الروماني. هايدي نانت صح. بسم الله الصحه والهنا. السلام عليكم، مرحبا بكم في الاردن. الفيديو اللي فاتت اللي ما شافهاش غادي يلقاها هنا ولا هنا. كنت في انقره، قلعت العمان عاصمه الاردن. شي يكون في عندكم، احنا الجزائريين ما عدناش ما نسحقوش فيزا للاردن، يعني اول بلد غادي نروح له بعد هذه الجائحه بدون فيزا. وانا نهار اللي درت هذيك الفيديو كنت نشجع الحمله هذه تاع بالباسبور الجزائري تروح به البلدان بدون فيزا. ودوك نبدا وتشوفوا هاد البلاد كي دايره، كيفاش ندخل المطار بدون فيزا، كل شيء غادي نوضحه لكم. بما يخص السعر، كي وصلت تما نقول لكم لوطيل شحال قام لي، لان ريزيرفيت غير منا. الطياره رحت مع بيغازيوس ايرلاين، ماشي غاليه بزاف، قام لي بالك جملين و700 تاعنا. دوك نكتب لكم كل شيء بالاورو. ما تنسوش البي سي ار ولاسيونس اوبليغاتوار، بلا بيهم ما تفوتش. انا الاول يا جماعه. الحمد لله يا ربي، ان شاء الله نوصلوا بخير. هادي فيها ثلاثة بكذا زعما ايكونومي. او طاوني 28 حتى الثقه كي غايه. الحمد لله. باش نوصيكم ثاني، كولوا فطروا قبل ما تقلوا، لانه هنايا ماشي كيما تاعنا، ما كانش فطور، فطور خلصها وحده فاهم. انا والله ماني كاري، شربت غير ليمونات حلويات وصاي. كي نوصلنا خلصوا بلورو، هنا عندك غير قهوه شيكولا مع كيك 2 اورو. فطور عندك شحال؟ 13 اورو. وماذا بيكم تاكلوا برا، ما تدخلوش معاكم، ما يقيسوا لكم كيف يقولوا برا كاع. يعني هادي بيغازيوس شغل لوكوس تاع تركيا، نقيه شابه. باش ما تروحش في ستيكا تركيش ايرلاين غاليه، تجي في بيغازيوس بون بري. راهي خاويه ابارا، ما نقلعو خاوي. قبل عمي توحش العربية، الحمد لله. بي سي ار تيست، هذا البي سي ار تيست خلصت قبل ما نجي. 35 اورو يا جماعة، اوبليغاتوار. نعم هاو، عطيك جواز السفر؟ زكريا. نعم فيزا جوردان. شوفوا معايا الباسبور، باسبور جديد. ها فيزا تاع الترك، المملكة الأردنية الهاشمية، بدون فيزا يا جماعة، بدون فيزا. هذا وين خرجت؟ انتوا زاهيين على التراكة هذو. هاولا التيكي يا جماعة، تدوه منا غير تخرجوا من الايروبور، تدوه 3 دينار فاصل 3، يعني تقريبا 5 اورو باش نركبوا البيس. حطني في المدينة وشوفوا تما كيفاش. يا جماعة هنا عاقلين، هم يبانوا عاقلين. شفتوا هذيك اللي دارت لي بي سي ار؟ عطاش انا سملاح، قلت لها معليش ندير فيديو على اليوتيوب، قلت لها بغيت غير ندير نعمل الكاميرا ونعمل بي سي ار. اوكي ماشي مشكل. كي كملت قالت لي عطيني اليوتيوب تاعك، قلت لي اشياء تبقى سبسكرايب، قالت لي غادي نشتري. حاجه واحده اخرى كاع بصح حزوا رواحكم. كي دخلت المطار يسقسوك على راك جاي، يكون عندك كلشي، يكون عندك ريزرفاسيون تاع الاوتيل، يكون عندك بي تاع الروتور، تقنعهم على راك جاي. طبع لي وعطى الباسبور الاخر اللي تقنع. كي قنعته قال لي فوت الجزائر منا، واش تخدم، شحال عندك فيزا، شحال زرت من البلاد، هذو كاع تقسيهم. كاين اللي ما يسقسيش انت وزهرك، ما يكون عندك اجابه لكل شيء. حزوا روحكم ثاني، كاين ناس هنا ماشي يعني شويه يشوفوك ابيض وكاع، يشوف عندي اورو انا يجبدوا منا، يقول لك عاوني منا. كيما الشوفر تاع البيس قال لي عاوني، انا مسافر اقتصادي، انا وقيلا كان لقيت يعاوني. قال لي ثاني اليوتيوب تاعك هو ثانيك ابونا، سماني عاد بسم الله ابونا وليش. رانا في الاردن، ما تخلعش بزاف، نورمال كيما تزاير ولا ما عرف ولا عاد. احنا عندنا بحر لافيل، ما تخلعش بزاف. دوك بعد نزيدو نشوف. حطوني هنا عند الكيران نصرف، قال لك كاين صرافه هنا الجرجيرة، انا ماشي كيما اسطنبول كلشي قدامك. كوموديتيز عندهم كي والو هنا، باش نروح عند صرافه. انك شات مشيت ولا
ابو شيخه ما راك داير فينا. 50 اورو جات 39 دينار ونص. عجب سيدي اقوى دينار. هاي دينار صح سيدي. هاي دينار صح. هاي خمسه من هذول دينار تفطر بيها واحد دينار. تفطر فيها بس فلافل يعني فطور مش اسمه فلافل كوكا صح. هاي نص نص دينار 1000 فرنك. شلن شيلين صرف صغير. ايوه شيلين صرف صغير. فهمت فهمت. ديناراتكم غالي غالي. ما عندكمش بترول؟ ما فهمتش انا. واحنا معنا مصاري انت شو مضايقك؟ سياحة؟ مش عارف يا زلمة احنا سرسريين. فهمت انا كيف الدينار غالي هذا؟ دولة تسرقنا. كيف اسرقكم؟ ما فهمتش. سرقونا يا زلمة. ما عندكم دراهم؟ ما عندكمش هنا الفقر بزاف؟ لا في فقر. في شوية؟ كثير شوية ما عندناش حد. كثير. بسم الله هاولي شومبرتي يا صغيرة يعني نوعا ما. يسالها صليت خرجت الضوء تاعي ولا شوف هنا راه يتبان لك شكلها. مانيش عارف انا هذه الاردن كي داير. شوفوا هنا سونتر فيل كي داير. انا دروك شحال راهي 6 انا عاد باين نفطر. عندهم كيما تاع الترك بصح نهار السمساكين امبريلا عشري تزوج هادو ناخذ نبيع لو سوفينير. انقاله كنت نحلم باش نلقى واحد يبيع سوفينير هنا. انا تحسب راك في بصح ما في الباليه ما تحسب راك في العراق ولا سوريا مانيش عارف انا ما تخلعش. قالوها لي ما امنتش. نعم كاع العلامات تاع الجزائر مانيش نشوف فيها انا الله يهديهم. او هذيك الريال الجزائر ما كانش. شوفوا معايا المدينه كي دايره. هي ياك مانيش غلط ياك باليه جي جديده انا بولي زينس. اون فين لقيت واحد شاورما. السلام عليكم. ديروا لها هذيك لاصوص بنينه. ساندويتش صغير 0.6 ساندويتش كبير 1.2 يعني 40 الف لو مانيش عارف. هذا شتا وين تاكل؟ طيب بنين دروك دخلنا المرشي عباكم داك الساندويتش بنين بزاف والله. نعاود نشري واحد اخر باسكو راهي 6:30 الجيري داك الشيء وتلعب الجزائر مع قطر. البانان هنا عندكم يدير 400 دينار جزائري. البانان عندهم غالي كل شيء عندهم غالي هنا. حياة هنايا ما تبقاش قاعد تعيش هنا من المستحيل. يا اللوز هاي مستحيل تبقى تعيش هنا ماشي نورمال. السلام عليكم. بكم؟ صفر؟ الحبة ولا كيلو؟ أنا التفاحة الموجاني رخيص حتى ما عرفتش الحبة ولا الكيلو ما تضحكوش. عمل لي تشوف هذا نعناع اللي يديروا لي تي تاعنا هنا ولا بلا خبر. هذه قهوة صغيرة هذه مولاها ما شاء الله. بلاد شيشة هادو والخليج تراكا هادي الانواع كاع عندهم تاع الشيشة هنا اللي كيما شيشة يلقى راحته هنا. جبد لنا الصرف هادي واحد دينار يعطيني الصرف. اسمها؟ كرابيج حلب. ها؟ كرابيج حلب. كرابيج حلب هاك ندوقوا بسم الله شكرا. 0.15 دينار. كيما على بالكم اليوم ماتش الجزائر مع قطر. راني طالع قهوة هادي حتى اوتيل ويا قهوة. بسم الله. نجي الرياح نتفرج لاجيري هنا تونس هذا وين كملت. هاول القهوة تاع الأردن. هاي تبان لي كيما تاع التراكا باسكو قال لي ندير لك سكر ويخلط. أمي تاع التلاوي نكرهها على بالك. بسم الله الصحة والهنا. راني وليت ربحنا قطر ربحت عليكم. تفرجت الجزائر في الأردن. هذه شومبرا قامت 14 دينار يعني 18 اورو ما تستاهلهاش بصح هذا اللي كاين. حاشاكم سانيتير باش عارفوا. غدوة نهار جديد صباح بخير. صباح الخير عليكم. قهوة تاع الصباح في هذا الاوتيل هوالي. بون في هذا الاوتيل هو يجيب لك الماكلة اليوم نهار تاني. على فطور صباح الأردني كل اوتيل وكيفاش تريح يجيب لك. اليوم النهار الثاني من الفلوق
اليوم رانا رايحين واحد البلاصه شابه، بلاصه تاع البارح في الليل، شوفوا كيفاش تبان في النهار. اليوم جيت نوري لكم المدرج الروماني. هذا المدرج غير حدايا، هذا وقت الرومان مازال شباب. هذا غير قدامي فلوتيل زوج دقائق، عندك نالي توريست راهم هنا يشوفوا. جيت نوري لكم المدرج الروماني. اولا ما يبانش لانه الشمس، التذكره تنقام ربع دينار. دوك ندخلوا الفوق ونوري لكم. تهضرت مع هذه ربع دينار، غادي ندخل بها المدرج الروماني. اولا بسم الله، متحف في الحياة، هذا ثاني متحف ندخلوا له غير بربع دينار، يعني بربع دينار ندخل المتحف ونشوفوا هذا الاثر الروماني هذا ان شاء الله. متحف صغير يعني، تأسس في 1975 وعاودوه في 2016. دوك ندخلو نشوف هذا المتحف. الأردنيين كيفاش كانوا عايشين بالطريق. تصور نورمال يعني، ماشي ممنوع ولا في تركيا ممنوع تصور داخل الميزي. ثم بربع دينار دخلت المتحف ودخلت المدرج الروماني. هذه تاع الشوفاج كشغل بكري، هنا كانوا يخيطوا ماكينة تاع بكري. هذه هذه طريقة تصنيع اللبن بكري، كيفاش كانوا يعملوا اللبن تشوفوا. تحسبهم تاع بصح على بالك شكوى ميل شيك. كانوا يمخدوه تما وتحسبنا تاع بصح، هي غير ضو. كانت تجيب الماء ملوحة. هذا البقال اليمونطاسيون، وهذا مصنع الذهب. وهذا صانع الفخار، وهذا اللي يغسل المواعين.
والله.